صليت اليوم الظهر على جنائز، فقال الإمام: نصلي خمس تكبيرات، أربع تكبيرات للموتى والخامسة للأطفال الفرط، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا جاهل من الجهال، ينبغي أنه يخبر عنها المسؤولين عن إدارة الأوقاف لينبهوه على هذا الخطأ ولا يتكرر منه. نعم، ما يجوز للإمام أنه يعمل أعمال شاذة ويعمل باجتهاداته وآرائه، هذا ما يجوز. لو فتح هذا الباب لحصل فساد كبير. المسلمون طريقتهم واحدة، ولا يجوز الشذوذ عليهم والخروج بآراء شاذة أو أقوال ضعيفة أو اجتهادات ما لها أصل بل هي من عند الإمام، فلا يجوز هذا أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وإذا أنك تعرفه فعليك أن تنصحه وتبين لنا أن هذا خطأ ولا يتكرر منه. نعم.